احنا اليوم كنتواجدوا في مدينة سلا وغنحاولوا نقلوا لكم الاجواء من بعد الحظر الصحي في المدينة. احنا الان كنتواجدوا بالضبط في حي الرحمة. حي الرحمة هو من الاحياء الاكثر شعبية واللي كتعرف اكتظاظ في مدينة سلا. وحنا الان بالضبط في التقاطع اللي كيتواجد بمنطقة دوار جديد بهذا الحي. هذا التقاطع هذا اللي كيعرف واحد الاكتظاظ كبير خصوصا في هذه الساعه هذه اللي هي ما بين الساعه ديال 7:30 حتى 8 بما فيه مره وباعه متجولين. وهذا التقاطع هذا كيعرف ايضا واحد السوق اللي كيكون مملوء هنايا في هذا الوقت هذا بالذات. فكيف ما كنلاحظوا في المشهد امامي فقط المتواجدون هنا هم رجال السلطه بما فيهم من شرطه وقوات مساعده وبمساندة رجال وأعوان السلطة. والشيء الجميل اللي كنلاحظوه أن رجال السلطة كل واحد فيهم عطي مسافة للآخر وعطي مسافة للناس اللي كيستفسروهم، زائد أنهم مرتدين كاملين الكمامات ديالهم. وهذا المشهد هذا ما هو إلا واحد النموذج من الكثير من المشاهد بهذا الشكل هذا في جل التقاطعات بالمدينة. الله يحفظنا من هذا الوباء الخطير اللي منتشر عبر العالم. والحمد لله انتم كتشوف في المغرب الفضل هادشي كامل تيرجع للسلطات ورجال الامن اللي تيحميونا، والحمد لله المغاربه سمعوا النصائح ديالهم. والحمد لله تشوفوا مدينه السلاح خاويه، ما كاين حتى شي واحد خارج عندنا في الحي. الحي رادين البال، كاينه الوقايه، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى المغاربه يتبعوا هاد التعليمات اللي عطينا السلطه. كيف ما كنلاحظوا الان حنا تنقلنا التقاطع اللي كيفصل ما بين حي الانبعاث وحي واد الذهب او واد الحوات كيف ما يسمى. وهذه الاحياء بجوج هي من الاحياء الاكثر شعبيه بالمدينه. وكما كنلاحظوا ايضا ان المتواجدون هنا فقط هم رجال السلطه وكيستفسروا اللي غادي واللي جاي. فغنحاولوا نتنقلوا للاحياء الشعبيه هي بنفسها ونشوفوا الاجواء فيها كيفاش دايره. الان حنا كنتواجدوا في حي الانبعاث. حي الانبعاث كما سبق وذكرت من قبل انه من الاحياء الاكثر شعبيه في المدينه واللي كيعرف واحد تجمعات عديده، وخصوصا كنعاود نكرر في هذا الوقت هذا بالذات واللي هو خصوصا من الفئه ديال الشباب. فكيف ما كنلاحظوا الان لا شباب ولا مسنين ولا أطفال ولا رجال ولا نساء يتواجدون الآن. وهنا أمامي الآن واد الذهب أو واد الحوات اللي هو أيضا من الأحياء الأكثر شعبية في المدينة. كيف ما كنلاحظوا هو كباقي الأحياء اللي شفنا من قبل الدنيا خاوية ما كاين حد. وهذه أيضا حي رحمة. حي رحمة اللي هي سبق وطرقنا لها من قبل حتى هي حي شعبي بالمدينة. وكيف ما كنلاحظوا الآن الدنيا خاوية. وهنا أيضا حي الشفاعة هو من الأحياء الشعبية في المدينة. فكيف ما هو ملاحظ أن الدنيا خاوية ما كيتواجد حد. Thank you.